الظهر للناس إنه شغال سواق، لكن طلع اللي بيعمله هيودي ورا الشمس. مصري مغترب في الكويت شغال سواق تاكسي، اتقبض عليه متلبس وهو بيهرب خادمات من البيوت وبيشغلهم لحسابه بالساعات. طبعا بيطلع له عمولة على كل خادمة من دول. كان عايز يشتغل بدل شغلانة 2 و3، وهو نوايا تسند الزير، لكن لا لحق يشتغل ولا لحق يعمل الفلوس اللي كان بيخطط لها. ايه حكاية السواق المصري ده وليه عمل كده؟ ازاي كان بياخد الخادمات من البيوت ويشغلهم لحسابه؟ والاهم ازاي يتقبض عليه وهو بيعمل كده؟ كمان مصيره هيكون ايه؟ كمل الفيديو معايا عشان تعرف كل التفاصيل. الساعات اللي فاتت حصلت ضجة كبيرة جدا بين المصريين في الكويت وحتى بين المصريين في مصر. انتشرت الأخبار وحسب اللي نشروا جريدة القبس الكويتية إنه تم القبض على مصري شغال سواق في الكويت. وطبعاً دي الشغلانة اللي المفروض مسافر ومتغرب علشان يشتغلها، لكن هو لقي إنها مش جايبة همها واللي جاي مش مكفي اللي رايح. فشيطان وزه يمشي في السكة اللي أخرتها هلاك وهتودي ورا الشمس. فيا ترى عمل إيه؟ المصري ده طلع بيهرب العاملات من بيوت المواطنين في الكويت لشقة خاصة بيهم، بيشغلهم لحسابه بالساعات، وكمان بيديهم أجرة يومية مقابل مبالغ مالية كبيرة. طيب ازاي تم اكتشاف اللي بيعمله ده؟ كل الحكاية انه جل رجال مباحث الإقامة بلغات كتير جدا من مواطنين عن هروب العاملات من بيوتهم، وطبعا بسبب انها كتير ونفس تفاصيل البلاغ اللي بتتقدم للمباحث، فكان لازم يتم التعامل مع الواقعة فورا. وفعلا تم تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد مناطق البلاغات وكمان مراقبتها. تمكنوا من ضبط المتهم متلبس وهو معاه خادمة بيهربها من منزل كفيلها، وده كان بمنطقة أبو فطيرة بطريقة احترافية. قبضوا عليه وأحلوه لمكتب التحقيقات. للأسف ده ما حصلش في يوم وليلة، ولكن عمليات البحث عنه ومراقبته كانت لمدة أسبوع. لما تم القبض على المتهم هو خلاص ما كانش قدامه غير إنه يعترف ويقول الحقيقة. أصله تم القبض عليه وهو بيرتكب الفعل، وفعلا اعترف وقال بأنه بيعمل كده من فترة طويلة، مش أول مرة ليه. وأرشد رجال المباحث عن شقة بمنطقة جليب الشيوخ بياخد فيها العاملات الهاربات دول. والمفاجأة أن المباحث لما راحت الشقة دي لقوا فعلا 3 عاملات موجودين هناك. طبعا مصير المصري ده هيكون دبل، لأنهم ارتكبوا واقعتين مش واقعة واحدة، وهما الإتجار في البشر وإنه اشتغل لحسابه. كان بياخد عمولة على كل خادمة، والله أعلم كان بيشغلهم لحسابه في إيه، ده اللي هنعرفه من التحقيقات. بالعقوبة اللي هتكون من نصيب المصري ده هيتحبس 15 سنة، ممكن توصل لمؤبد، وده وفقا للقانون الكويتي، لأن اللي عمله ده إتجار في البشر. البعض هيشوف إن العقوبة قاسية على وقعة زي دي، ولكن تخيل إن حد سيب اللي وراه واللي قدامه ومتغرب علشان يشتغل، وفجأة يلاقي نفسه فخ من عصابة هدفها الأول الفلوس، لا بيعملوا حساب لأخلاق الدين ولا أي حاجة. الغريبة بقى أن النوعية دي من الوقائع مشهورة جدا في الكويت، ولكن اللي بيرتكبها بيكونوا كويتيين مش مصريين. فيا ترى المصري ده ممكن يكون متورط مع عصابة ولا هو لوحده بيعمل كده؟ حسب ما أقرته الأمم المتحدة والهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، أن الكويت من الدول العربية والعالمية اللي بتبذل جهود كبيرة في مكافحة وقائع الإتجار بالبشر وعصابات سرقتهم. علشان كده حرصت الكويت على تطبيق مجموعة إجراءات للتصدي، زي نشر حملات توعوية للعمالة بكل اللغات وتوعية كل عامل بحقوقه، تعيين رقابة مكثفة على مراكز رعاية العمالة الوافدة، كمان تعيين تخصصات مختلفة من الشرطة وده في هيئة الهجرة الدولية، إشراك أكتر من وزارة معاً، وتلقي اقتراحات لمحاربة وقائع الإتجار بالبشر في الكويت. وده لأن الواقعة دي مش بتكون حاجة واحدة، لكن دي الواقعة دي كبيرة وبيحصل معها وقائع تانية ما تقلش في خطورتها عن تهريب العمالة. مش لازم يكون فرد اللي بيقوم بالأفعال دي، لكن تقريباً في نفس التوقيت انتشرت الأخبار إن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنت من ضبط مقيمة أسيوية بتدير مكتب خدم في محافظة الفروانية بشغل العمالة المتغيبة من السيدات، وبرضو لقوا داخل المكتب 7 خادمات متغيبات. القضايا اللي زي كده كل يوم والتاني بيكون مصري متهم فيها خلت صورة المصريين سيئة في الكويت، حتى اللي في حاله مش محسوب على المتهمين دول. فهل السائق المصري ده يستحق العقوبة دي؟ وحتى لو وصلت للمؤبد شاركوني برأيكم في التعليقات.